يسعد مساكم واهلا وسهلا فيكم. اليوم حبيت شارككم بهالفيديو وقيم المنتجات اللي عم اشتريها بما اني عم اساوي ديكور جديد للبيت اللي عندي، وحبيت انه نقيم المنتجات اللي عم اشتريها مشان الكل يستفيد، واللي حاطط بباله انه يشتري قطع مثل اللي عم اشتريه انا بتخص المطبخ مشان يعرف اذا شو مساوئها وشو محاسنها. خليكم معي وان شاء الله بتستفادوا من الفيديو.